السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج أزمة أخلاق. النهاردة هنتكلم في موضوع قوي وموضوع خطير أكيد بيمس كل الأسر المصرية وكل الأسر العربية، بل بيمس العالم أجمع. واسمحوا لي في بداية حلقتي أن أرحب بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري الموجود معايا في الاستوديو. صباح الخير يا شيخ أيمن، أهلا بيك. أهلا بك يا إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. أهلا بك حبيبي. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم الشاب الأستاذ أنديل خالد. أهلا بك يا أستاذ أنديل. أهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم. صبح بقى على مشاهدينا. صباح الخير. طبعا صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير عليكم داخل مصر وداخل الوطن العربي. صباح الحب، صباح الجمال، صباح جبر الخواطر، صباح كل شيء جميل يكمل معانا. تحياتي ليكو، وخليني أدخل في موضوع الحلقة وعنوانها الواجب لحل أزمتنا. وإحنا عارفين قد إيه النهاردة إن إحنا في أزمة من الأزمات اللي إحنا ممكن نشوفها أو ممكن تقابلنا في حياتنا، وهي أزمة فيروس كورونا. هنتكلم فيه باستفاضة من الناحية الدينية مع الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. وأول سؤال للشيخ أيمن المصري، شيخ أيمن، ما هو الواجب لحل هذه الأزمة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين بعد. أول شيء الواجب علينا في هذه الأيام حسن الظن بالله. احنا عمال نشوف كلام على الشات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك او التويتر او كلام عجيب وكلام خطير. اللي يائس واللي عنده قنوط من رحمة الله واللي عمال يقول في ازمات او هنوصل لدمار، واللي منزل بوستات يقول لك مصر بقى فيها نسبة 60-70% من انتشر المرض بنسبة 60-70%. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ يا جماعة عايزين نحسن الظن بربنا. يا شيخ أيمن، أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا أزمة إشاعات، أزمتنا كذب ونفاق، أزمتنا كذب ورياء، أزمتنا هجر وعناد، أزمتنا أزمة إنسان أزمته هجر القرآن، أزمتنا قتل ودماء. هي دي بقى دلوقتي مشكلتنا، أزمة إنسان هجر القرآن. بعد اللي بنقوله ده كله يا شيخ أيمن من الأزمات الموجودة معانا واللي ورثناها من مواريث قديمة يعني، وظهرت هذه الأيام فجأة الأزمات وعدم الصداقة، بعد اللي قلناه ده كله في حل يا شيخ أيمن؟ طبعاً الحل أن نرجع لله خالقنا. نرجع لله خالقنا ونتحلى بأخلاق نبينا، ونتحلى بأخلاق نبينا. صلى الله على من علم الدنيا الخلق، صلى الله على من علم الدنيا الأدب، صلى الله على من علم الدنيا السماحة، صلى الله على من علم الدنيا الصدق، صلى الله على من علم الدنيا الصبر، صلى الله على من علم الدنيا جبر الخواطر، صلى الله على من علمنا الرضا عن الله، صلى الله على من علم الدنيا بأسرها الحب، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أتأثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. صلى الله عليه وسلم. والله إحنا أمة مرحومة، أنا عايز أخاطب كل العالم، كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الدول العربية، أبشروا أبشروا، والله هذه الأمة مكرمة، كرمنا الله تكريما وعززنا وشرفنا تشريفا لحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول لكل العالم، كل المسلمين، أبشروا بفرج الله. وأزيدك من الشعر بيتا، أن الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات حارس هذه الأرض
وحارس هذه الأمة وحارس مصر بأسرها. والله يا أخي الله لطيف بعباده، الله لطيف وكريم. عايزين نحسن الظن في الله، هو ده كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. الأيام دي بقى اللي هيظن في ربنا خير هيكون خير، اللي هيظن في الله شر هيقابله كل شر. فيا جماعة نبشر أستاذ إبراهيم، اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. دلوقتي كل اللي يسمع حاجة عمال ينشر، كل اللي يسمع أي خبر عمال ينشر، هو مش فاهم لا كذب ولا في أزمة، في أزمة. بس احنا ليه نيأس الناس ونخلي الناس عندها يأس من رحمة الله؟ يا أخي أبشر، ربك كريم، ربك عظيم. هو ربنا خلقنا عشان يبتلينا أو يرى منا يعني يعذبنا؟ حاشا لله، والله حاشاه، إنه إله عظيم كريم رحيم لطيف بالعباد. يبقى عايزين يا جماعه نهدى كده، في أزمة في أزمة، إيه الحل؟ نرجع لربنا. اللي عمال يعمل معاصي وفسوق وفجور يرجع ويتوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا. كم مرة بتتوب في اليوم؟ طب أنت خايف عملت إيه عشان لو ابتليت بهذا المرض أو أصبت بالموت؟ أجهز نفسي، أحضر نفسي للقاء الله. اللي ما بيصليش يصلي، اللي واكل حقوق الناس يردها. أي واحد ظالم واحد يروح يستسمحه ويشتري منه المظلمة بتاعته أو يرد له المظالم. أي واحد مخاصم واحد يروح يصلحه. هي دي بقى المتخاصمون يا شيخ أيمن، وقطع الأرحام بمجرد إن واحد يقول لصديقه إن أخوك بيقول عليك كذا وكذا. تخيل تقطيع الأرحام الموجود في المجتمع النهاردة يا شيخ أيمن. يا أخي احنا بنشتكي والله كل ما نحن فيه من عناء وبلاء ووباء إلا بذنوبنا، ولكن خير. هو ربنا سبحانه بيبتلينا عشان يمحصنا، بيبتلينا عشان ينقينا من ذنوبنا ومعاصينا. ربنا كريم جدا، كريم لعباده مين؟ المؤمنين الموحدين الصادقين. خلي بالك، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. احنا في وقت المؤمن هو اللي هيبشر ويقول الناس أبشروا بالخير طبعا، لكن التاني في رسائل، في رسائل بتقول ان احنا نرجع لربنا، في رسائل او رسالة لكل العالم، فيه ان كل الكون ضعيف امام فيروس او فيروس لا يرى حتى بالعين المجردة. يعني ربنا بيتحدى العالم بحاجة بسيطة جدا عشان الناس ترجع. تتخيل يا شيخ ايمن ان بلاد الغرب من ثقافة وعلم وبحث علمي وطب وتكنولوجيا خدوا بكل أسباب الأرض، فلجأوا الآن لأسباب رب السماوات كله والأرض. كله الغرب، الكفار، كل صحابات الديانات يقولون الجأوا إلى الله بالصلاة. أين نحن كمسلمون؟ في رسائل، في رسالة: لما المساجد تغلق يبقى الموضوع إيه؟ يبقى الموضوع فيه إيه؟ هل ان البيوت او بيوت الله مش عايزه ترى وجه المنافقين؟ ما في ناس بتخش تصلي رياء. صح. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي بيأخر الصلاه بمزاجه او يصلي يوم ويسيب يوم او يصلي اسبوع واسبوع. لا، الذين هم يراؤون. في ناس بترائي بيصلي عشان اسمه الشيخ او الحق ده التقي، او عشان خاطر يسوق سلعه لنفسه ويقول عليه ده راجل مسلم او ده بيصلي. فدي رسالة. المساجد طبعا احنا بنلتزم، وكده كده اللي بيصلي بيجمع اهل بيته وبيصلي، ما فيش اي مشكلة طبعا. لكن في حزن، في حزن، في هم، في هم. لكن عندي لازم اكون عندي بشرة ويقين ان في فرج قادم. نرحم بعض احنا بس يا شيخ ايمن، الراحمون يرحمهم الله سبحانه وتعالى. هو ده بقى اول شيء زي ما قلنا، نحسن الظن في الله. يكون عندنا حسن ظن ان ربنا هيكرمنا في محنة، في محنة، بس لازم نعرف ان بعدها منحة. وعلمنا هذا لقمان عندما قال لابنه: يا بني اذا جاءك من الله شر فهو، اذا جاءك من الله خير فهو خير، واذا جاءك من الله شر فهو خير. فابنه بيستغرب: يا ابي او يا ابتي، طب ان جاءني من الله خير فخير ماشي، دي معروف.
كيف وإن جاءني من الله شر فهو خير. عايز اتعلم يعني ازاي يبقى في شر يبقى في خير. فمشين في طريق رايحين لكذا القرية، فهم في أثناء طريقهم تعثروا، الغلام دخل في قدمه شوكة أو زجاجة، تعثر دم في ألم، الابن قاعد ولقمان بيطهروا الجرح بيطيبوله بيغسلوا رجله بيشدله عليها الرباط، فابنه بيتألم بيتألم، فبيقول له ايه يا أبتي أليس هذا شر؟ مش يعني في دلوقتي ده شر؟ قال بلى. قال فأين الخير؟ مش انت علمتني ان في شر بيجي لازم يبقى في خير؟ فبيسأله أليس هذا بشر؟ قال بلى. قال أين الخير؟ المهم وصلوا مشوارهم للقرية اللي هم رايحينها، فإذا بدخان ونار، دخان عظيم نار. فسمع لقمان منادي منادي يا لقمان لقد عثرناكم أي عطلناكم في الطريق حتى لا تهلكوا مع هذه القرية. القرية اللي كانوا رايحينها كلها ولعت، كلها اتفحمت، كلها خلاص اتدمرت. فكان سبب التعثر في الطريق بسبب ان هم لا يهلكوا مع هذه القرية. فنظر الى ابنه يا بني هذا هو الخير. شوف بقى انت بتقول احنا تعثرنا في الطريق وتعطلنا، مش ده شر؟ طب فين الخير يا ابي؟ هذا هو الخير، احنا تعطلنا عشان ما نهلكش مع هذه القرية. ده ينطبق او يطبق عليه الآية وعسى ان تقرهوا شيئا وهو خير لكم. خير لكم. اسأل الله، اسأل الله، وياريت كل الناس تأمن معايا. وده تاني بند يعني الجأ له دلوقتي إن شاء بس عشان وقت حضرتك الدعاء ان شاء الله بإذن شاء الله. معانا مداخلة الكاتبة سهام الزعيري. اهلا بيك يا استاذ سهام، اتفضلي. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على مشاهدينك الكرام، صباح الخير على فضيلة الشيخ. زي حضرتك يا فندم على برنامجك الجميل أزمة أخلاق. برنامج أزمة أخلاق وعنوان الحلقة النهاردة الواجب لحل أزمتنا، وإحنا عارفين قد إيه إن فيروس الكورونا يعني عامل شغل كبير وشغل خطير جدا مش في مصر بس في العالم كله. فأنا عايز من معاليك يعني رسائل سريعة كده للشعب المصري. بكل أمانة، بكل أمانة، أنا يمكن صحيت النهاردة على أخبار لأشقائنا المغاربة والجزائريين والأردنيين إن هم في تناغم بينهم وبين حكوماتهم على إنهم ما التزموا وما بيخرجوش من بيوتهم. فاحنا الحقيقة مهم جدا جدا ان احنا ما نخرجش من بيوتنا غير للضرورات، وان احنا نكون معانا تدابيرنا الاحترازية لده. ان احنا مهم قوي ما نلمسش اي سطح ايا كان، نلبس القفازات، وان احنا نحاول يبقى معانا اي حاجة للتعقيم. احنا قلنا الكلور والمية دي ابسط حاجة، والكلام ده موجود على السوشيال ميديا. الموضوع خطير جدا، والموضوع هلاك هلاك للأرواح، فلازم نكون حاسين بده. دولتنا وحكومتنا عاملة كل التدابير الاحترازية، بتحاول بأقصى جهد وبأقصى ما عندها ان هي توصل لنا ان في خطر وفي هلاك حالك، وفي مسؤولية كبيرة وفي وعي جمعي لازم يبقى عند الناس، لان فعلا فعلا في خطر على الناس لو خرجوا في الشوارع، في خطر على الناس لو لمسوا أسطح عليها الفيروس، اللي هم لو احتكوا بأي شخص مصاب بالفيروس، خاصة إن الأعراض مش بتظهر بسرعة. فلو سمحتوا من فضلكم التزموا بيوتكم ما تخرجوش. يعني حكومتنا ادت أجازات للناس للأمهات عشان ترعى أولادها، وإدت أجازات للمدارس، إدت أجازات للجامعات، قفلت المقاهي وقفلت الأندية. هنعمل إيه أكتر من كده عشان نقول للناس عودوا بيوتكم؟ هنلجأ لله سبحانه وتعالى، وأكيد رسالتك وصلك. شكرا لمداخلة الكاتبة سهام الزعيري، متشكرين يا فندم. هنرجع ليك يا شيخ أيمن بالتضرع والخشوع في الدعاء. وأنا دي حلقة مميزة جدا، وحلقة لازم نقف فيها جنب بلدنا ونقف فيها جنب شعبنا إن شاء الله بإذن الله. أهم شيء في وقتنا هذا الدعاء إن شاء الله بإذن الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني قريب. هنرجع لك يا شيخ أيمن. كله يأمن. هنرجع لك. لعل اللي يكون في بيننا دلوقتي واحد صالح قاعد بيسمعنا، أو في أمي من الصالحات، أو أي واحد يكون سبب في إن ربنا سبحانه وتعالى يرفعه عنا هذا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت يا رب العالمين. آمين. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين. آمين. وصلي على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. اللهم أزل الغم عن هذه الأمة. آمين. اللهم أزل هذه الغم ببركة حبك لحبيبك النبي يا رب العالمين. آمين. اللهم يا رب يا الله يا رحيم يا كريم يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. آمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا مغيث أغثنا. اللهم يا مغيث أغثنا. اللهم يا مغيث أغثنا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء وارفع عنا هذا الوباء يا رب الأرض والسماء. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل على أهل مصر البركات، وأنزل على أهل مصر الرحمات، وأنزل على أهل مصر البركات برحمتك يا رب الأرض والسماوات وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه. اللهم نفس عنا ما نحن فيه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا رب ندعوك وأنت الكريم، ندعوك وأنت الرحيم، ندعوك وأنت الملك يا رب. يا رب ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء. آمين يا رب. يا رب الأرض والسماء. آمين. برحمتك نستغيث يا رب. يا رب. يا رب ارفع عنا ما نحن فيه. آمين يا رب. يا رب اجعل هذا الوباء خير لنا لا شر علينا يا رب. آمين يا رب. يا رب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وآله وسلم. معنا مداخلة يا فندم. طيب معنا الأستاذ أنديل خالد، وانت شاب من شباب مصر طبعا. أهلا بحضرتك. أنا عايز رسالة للشباب توعيهم دلوقتي وتعرفهم دورهم إيه للخروج من هذه المحنة. والله احنا حاليا بنمر بفترة صعبة، يعني انصح كل شاب ان شاء الله نوقف كلنا كده في ايد بعض عشان نعدي الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي. يعني نلتزم، ما حدش يخرج من البيوت، الاطفال الصغيرة برضك هي اللي بتجيب العدوى، يا ريت يعني تحتفظ نفسها كده ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يعدينا على خير. يعني رسالة للشباب يقدروا يقوموا بدور ايه، ايه ادوارهم؟ يعني الشباب مصر طالبة من او ما يجب فعله من الشباب دلوقتي يعملوا ايه في المحنة دي؟ والله يعني باذن الله ان شاء الله بنمر بفتره، بس ربنا ان شاء الله يعدينا منها. اكيد هتعدي ان شاء الله. ان شاء الله بقى كلنا ان شاء الله، طالما كلنا في ايد بعض ان شاء الله نعدي. يعني انت في منطقتك مثلا تقدر تعملوا صندوق خيري كده من مصاريفكم ومن فلوسكم ومن اموالكم، مثلا تقدروا تساعدوا اسره، تقدروا تجيبوا مثلا مطهرات، تطهروا المسجد، تطهروا اي مكان، تطهروا بيت واحد مش قادر مش مقتدر، انت ممكن تبادر بال ان شاء الله باذن الله. طبعا الشعب المصري الجدعنه كلها. ان شاء الله باذن الله اي حد يقدر يساعد باي حاجه طبعا كل حاجه ترجع له طبعا في ميزات الخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله وربنا ان شاء الله يستر علينا جميعا. احسنت احسنت يا استاذ أندي. المتخاصمون، اعرف بنت خصمت صداقتها 4 سنين قطعتها خالص، وفي اليوم
اللي نوت فيه أو خدت القرار إن هي تروح تصالحها للأسف سمعت من ميكروفون المسجد في القرية إنها ماتت. قد إيه اتألمت وقد إيه اتندمت وقالت يا ريت كنت رحت لها من تاني يوم اتخاصمت معاها فيه. الراحمون يرحمهم الله، كما قال الشيخ أيمن، مش عايزين نقطع الأرحام. هو فاضل إيه تاني؟ مستنين إيه من ربنا؟ رسالة ورا رسالة ولا رسالة، رسائل عمالة تيجي من السماء، فيروسات وابتلاءات وضيق في المعايش والاقتصاد، إحنا عايزين إمتى نفوق يعني؟ إيه يحصل تاني معانا عشان نرجع ونلجأ لله سبحانه وتعالى؟ أكيد أكيد ربنا يراد بهذا الفيروس خير للمؤمنين، يرجعوا كلنا بقى نلتزم، والناس اللي فاهمة ان الحكومة بتضيق عليهم وعايزينهم يقعدوا في البيت لمجرد القعد في البيت، افهم واعرف ان اللي يراد بيك خير، عايزين يمنعوك من نزول الشارع علشان ما تلقطش فيروس من اي حد. احنا عندنا الحالات طبعا موجودة، في ناس مصابة بفيروس كورونا، فمش عايزينها تنتشر، ولازم نحترم قرارات الدولة اللي احنا عايشين فيها، فكلنا نلتزم علشان الأزمة دي تمر بخير. الدعاية الإسلامي الشيخ أيمن المصري، عايزين رسالة للشعب المصري ان نرجع بقى ونلجأ لله سبحانه وتعالى. لا ملجأ من الله إلا إليه. أي نازلة، أي كرب، أي هم، علاجه والمرور منه بسلام، اللجوء إلى الرحمن. لو لجأنا إلى الله كل شيء في الدنيا نفر منه، الهم، الحزن، الغم، الكرب، المشاكل، عايز تفر من المرض بتفر من أي شيء إلا الله. ففروا إلى الله أي وقت. كم واحد وقع في شدة لما رفع إيده قال يا رب، ربنا فرج عنه محنته. كم واحد كان في شدة رفع إيده وقال يا رب، ربنا كشف عنه وهو فيه. كم واحد وقع في ضائقة مادية أو عليه دين قال يا رب، ربنا سد عني دينه. كم واحد كان مريض وقال يا رب وشفاه. كم محنة وقعنا فيها والناس قالت يا رب وربنا رفع عنها هذه المحنة. شوف أيام الصحابة وأيام الطاعون، مش كان في كل وقت وكل عصر بيبقى ليه محنة؟ فإحنا دلوقتي المحنة اللي إحنا فيها، المرض اللي إحنا فيه، الناس ما تستهترش، بعد اللجوء إلى الله نلتزم. أيام الطاعون كانوا بيلجأوا إلى الجبال، الأماكن الخالية، عشان الأمراض ما تنتشرش ما بينهم. فإحنا ما نستهترش، إحنا بنشوف ناس على الفيس بتهزر، بيهزروا في المرض وعمالين، بدل ما دلوقتي. ودي رسالة تانية، عادتنا في البيت رسالة ان احنا مبقاش نسلم على بعض، اهي دي رسالة. لا، ممكن يكون بسبب الحقد اللي امتلأ قلوبنا، الحسد. ده احنا الوقت الاخ بيحسد اخوه، يعني ربنا قال الاخ بيحقد على اخوه. ربنا قال لنا كده، ما بيسلموش على بعض بمزاجكم، لا انا هخليها غصب عنكم. انا انا ما بعممش، انا بقول لربما، ربما تكون رسالة، عشان ما حدش يمسك كلامي يقول لك لا لا، ربما رسالة إلهية اللي لازم نرجع ونحب بعض. دلوقتي السلام بقى بالإشارة ليه؟ ممكن يكون يا رب عشان خاطر قلوبنا امتلأت حقد، امتلأت ضغينة وكراهية، بقت قلوبنا ما فيهاش رضا، ما بقناش نحب بعض. الرسالة ايه بالظبط؟ العقل يقعد يفكر ايه الرسالة؟ ايه المضمون؟ يا رب طب دي هي ان شاء الله اكيد نعمة، نعمة. ارجع كده اتصل بأهلك وحبايبك، انت بتستعد لأي وقت ممكن تلاقي ربك، صح؟ يبقى انا افتش في حياتي، انا برجع، يعني ارجع الى الله، اشوف بقى اصلح حالي مع ربنا بعبادتي وصلاتي واهل بيتي. فرصة وانت قاعد مع زوجتك يا اخي بقى، حلوا خلافاتكم وقعدوا كده حبوا بعض، ولا لو نزل نازلة هتبقى الدنيا عاملة ازاي؟ عايزين نرحم بعض، الزوجة ترحم زوجها والزوج يرحم زوجته. يا جماعة نلم الشمل ونحب بعضينا،
اتصل بحبايبك، اتصل بكل الأقارب، كل واحد ليه عندك مظلمة اقعد معاه وحل، رد المظالم لأهلها، الحق نفسك، كل واحد يلحق وينجو بنفسه، محدش يعرف ماذا يخبئ لنا القدر. رسالة الحب والسماحة. هو ده عايزين بقى ننضف ده. ده مش الرياء بقى يا شيخ أيمن، ده مش الرياء بالحب يعني، لا الحب الحقيقي، الحب الحقيقي. يا أخي لازم ده نملأه حب. يا أخي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة، أي القلب قطعة لحم، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. عايزين نخلي ده حلو، نحب بعضنا يا جماعة. الناس اللي عمالة تجمع وتحط أكل، افتحوا لنا المداخلات يا جماعة، افتحوا لنا المداخلات يا أخي. ده في نسبة تكدس على التجار غير عادية. بيقول لك في وباء ومرض، هو مش عيب ان انت تعمل خزين، مفيش مشكلة، لكن انت كل همك، كل همك ازاي اوفر الطعام. طب ليه ما يكونش كل همك ازاي ارضي ربنا؟ ليه ما يكونش كل همك افتش في حياتي في ايه غلط، افتش في حياتي انا بكذب، لا اكون صادق، افتش في حياتي انا بيني وبين الناس مشدات، لا اصلحها، افتش في حياتي انا بقرا قران ارجع لكتاب ربي، بدل ما انا طول النهار عمال اضيع عشات وكلام واهات وافات. يا اخي ما تفتح كتاب رب الارض والسماوات، الجا يا اخي بقى ربك للقران، وافتح المصحف اللي ما بتفتحش الا من سنه للسنه، جاي علينا رمضان ويا عالم، يا عالم هيجي ولا لا، يا عالم هنقف ونصلي مع بعض ولا لا، يا عالم هيكون حالنا ايه كمان ساعه مش كمان يوم ولا شهر، يا عالم احوالنا هتكون عامله ازاي. يا جماعه الحب في الله، نحب بعضينا، الله يفتح عليك، نحب بعض الجيران. ده احنا بنشوف دلوقتي حاجات من الجيران تدمع منها العين. هنحكي وهنقول بعد المداخله دي يا شيخ ايمن، نسال الله العفو والعافيه. امين يا رب. معانا ام رقيه، اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. الو، طب عاودي بينا الاتصال تاني. استاذ انديل، وان عارف ان انت معانا. مين؟ اهلا استاذه هبه، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. انا بس كنت عايزه اكون مع حضرتك، انا كده على الهواء. اتفضلي انت، هوا اتفضلي. تمام. انا بس كنت عايزه اوجه كلامي للشيخ، يعني بجد احنا محتاجين توعيه اكتر من كده مليون مره. احنا شباب ما بقيناش عارفين ديننا، ما بقيناش عارفين حاجه عن ديننا ولا عن حياتنا ولا عن كتاب ربنا، ولا بقينا بنصلي ولا بنتعبد ولا اي حاجه من ده. حرام علينا، يعني احنا محتاجين حملات توعيه اكتر من كده. الناس بمعنى الكلمه مستهتره، ومستهتره بالموضوع جدا جدا جدا. يا جماعه احنا بلد فيها 100 مليون، لو حصل لنا حاجه زي دي احنا ولا بنهتم بالنظافه ولا بصحه ولا عندنا وقايه ولا عندنا اي حاجه. لو حد يقدر يعمل حاجه، لو حد يقدر يوصل لمسؤول، احنا محتاجين فعلا ده. لو حد فيكم فعلا يقدر يوصل لمسؤول، احنا محتاجين حملات توعيه اكتر من كده بكتير. الناس بمعنى الكلمه مستهتره، احنا بنشوف كومنتات على الفيس وحاجات على الفيس اكتر مليون مره من اللي انتوا بتقولوا عليها دي. الناس بتتريق، مفيش حد متخيل ان فعلا فيروس زي ده ممكن يدي علينا ويموتنا. عندك حق، هيموتنا في شهرين ثلاثه، هنموت بجد. عندك حق بجد، يعني انا بحييكي في كل كلمه قلتيها، وانا معاكي بجد بجد. أحسنت. انا سني صغير مش كبير، احنا بجد والله العظيم احنا ممكن ما بين كل 100 شاب وشابه تلاقي 3 4 بيصلوا. ما بقيناش عارفين ديننا، ما بقيناش عارفين حاجه عن كتاب ربنا، ما بقيناش عارفين يعني ايه ذكر ربنا، غضبان علينا. والمساجد اهيت يا استاذه هبه بتقول لنا مش عايزين نشوف وجوه المنافقين كما قال داعي الاسلام الشيخ ايمن المصري. شكرا استاذه هبه لمداخلتك، شكرا. اسفه جدا لو كنت تعصبت او حاجه، شكرا. هيقول لنا بقى الشيخ ايمن المصري بعد استاذ انديل. استاذ انديل، طبعا انت بتدرس حقوق صح؟ تمام. ان شاء الله هنخرج من الازمه دي اكيد، ان شاء الله. يعني طبعا ان شاء الله عندنا يقين وعندنا امل في الله سبحانه ان شاء الله. بحلول شهر رمضان ان شاء الله ما فيش اي حاجه ان شاء الله باذن الله. طموحك بقى في الحياه، بقى والمستقبل، عايزين مستقبل مشرق كده لشبابنا. ان شاء الله باذن الله. انا في كليه حقوق. ربنا ان شاء الله يكرمني. انت في سنه كام؟ ثالثه حقوق. تمام. ايه احوال الدراسه معاك يعني؟ تمام والله الحمد لله. طب يعني طموحك ايه بقى، وهدفك ايه يعني في المستقبل؟ ان شاء الله تخلص اخر سنه السنه الجايه ان شاء الله.
وحاليا برضك يعني بين الدراسة وداخل في مجال الفن إن شاء الله. أنت داخل في مجال الفن؟ آه إن شاء الله. تعمل أعمال هادفة بقى؟ آه إن شاء الله. بحضر حاليا فيلم اللي اسمه العملية مع الأستاذ إيد سرحان والأستاذ محمد الحكيم. آه الفيلم يعني الفيلم بيحكي قصة واقعية وهي تجارة الأعضاء. آه تجارة الأعضاء. آه موضوع حلو، موضوع جميل جدا. اه ان شاء الله الفيلم خلاص في مرحلة المونتاج ان شاء الله ويتعرض ان شاء الله بإذن الله، وان شاء الله هتشوفوا حاجة حلوة. طب والحقوق بقى يا أنديل، يعني ناوي تعمل ايه بعد يعني بشهادتك بقى ان شاء الله بعد ما تتخرج؟ ان شاء الله الرايد ربنا بإذن الله. هتمارس طبعا ان شاء الله؟ طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا ان شاء الله. نبقى نلجأ لك بقى ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. احسنت يا استاذ أنديل، احسنت بجد يعني. آه طبعا مين؟ اهلا بيك يا استاذ مجدي، معانا استاذ مجدي من اسكندريه. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الو الو استاذ مجدي اتفضل، انت هوا اتفضل. لو سمحت يا استاذ ممكن اخد نصيحه من الشيخ ايمن عن البلد اللي في البلد والفيروس والكلام ده كله، الناس مش عارفه تعمل ايه، يعني الناس كلها حتى قاعده في بيوتها وخايفه. كل اللي قاله الشيخ ايمن المصري ده ولسه ما خدتش منه نصيحه او توعيه؟ انت متابعنا من اول الحلقه؟ انا صدق انا ما كنتش سامع الحلقه من اولها، يعني ما كنتش متابع، فلسه يعني جايب الحلقه دلوقتي. وبصراحه الشيخ احمد يعني وشه سمح وكده، فانا الشيخ ايمن عايزين ناخد نصيحه يعني عشان الناس تطمن. نصائح الشيخ ايمن في, 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 في اللي وصلنا له لغايه دلوقتي في داخل الحلقه هي الحب والرجوع واللجوء الى الله والدعاء الى الله وجبر الخواطر والتكاتف واليقين بالله سبحانه وتعالى ان هو هينجينا هينجينا ان شاء الله، وانا عنده حسن ظن عبدي بيه. رساله الشيخ ايمن نقاء القلوب وصفاء القلوب والحب والود وصله الارحام والتكاتف والتراحم ما بيننا وما بين بعض، والراحمون يرحمهم الله. دي كانت رساله الشيخ ايمن. شكرا لمداخلتك استاذ مجد. أحب بس أضيف في رسالة. اتفضل اتفضل يا شيخ. هم كل الأطباء وكل المتخصصين في مجال الفيروس قالوا إيه من ضمن الأسباب اللي أنت يعني تكون سبب الوقاية من هذا الفيروس؟ المطهرات وشرب الماء والحاجات دي، ودايما تكون إيه؟ غسل اليدين. غسل اليدين. طبعا النظافة، يعني النظافة الشخصية. يا أخي دي رسالة من ربنا. الصلوات بيقول للناس صح، اتوضوا خمس مرات. شوف المتوضي بقى الراجل المصلي صح، بيتوضى كم يوم مرة في اليوم؟ خمس مرات. وتخيل بقى يعني الغرب بيلجأوا دلوقتي. صح، منهم يقول له من يقول افعلوا مثلما يفعل المسلمون. وإيه بقى يا شيخ أيمن في الوضوء بقى؟ إنك بتتخلخل ما بين الأصابع القدم والأيدي والأذن والأنف والفم، يعني شوف ياك حتى المرض علاجه النظافة. يعني انت لو صليت الخمس صلوات صح، مش يعني ربنا يكرمك مش يصيبك المكروب. ياك ده نفس السلام يقول من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. أي في حفظ الله ومعية الله. طب كل واحد يسأل نفسه كده، انت صليت الفجر النهاردة ولا لا؟ هنجاوبك بقى بعد المداخلة. معنا ست ملوية، اهلا بك يا فندم اتفضل. السلام عليكم. عليك الصلاة والبركات. سريعا استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك والشيخ ايمن. ربنا يخليك يا فندم اتفضل. اسمعينا من التليفون وقفلي صوت التلفزيون خالص. جزاكم الله كل خيرا، ونحن نحسن الظن بالله في هذه الأزمة، وربنا إن شاء الله المستعان، وربنا يقويكم على فعل الخير يا رب إن شاء الله. شكرا لمداخلتك الست أم لؤي. إن شاء الله طول ما في ناس أمثالكم طيبين وناس محترمة وناس على خلق وعلى دين وعلى يقين وعلى حب وعلى جبر الخواطر هنعدي من أي أزمة إن شاء الله. وأزمات كتير إن شاء الله عدت على مصر، أكيد مصر ربنا بينجيها يعني. يا شيخ أيمن اتفضل. من صلى الفجر في جماعة أو الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. تخيل بقى كده لما تصلي الصبح اللي صلاة الفجر في جماعة وسيدك النبي محمد بيطمنك وبيقولك انت في ذمة الله، تخيل كده هيكون حالك ايه؟ عارف يعني في معية الله؟ في حفظ الله. ربنا اللي حفظك، انت في معيته، انت تحت مشيئته، انت عبد طائع ليه. تخيلك بالله عليك هيهينك؟ لا طبعا.
هيبتليك بشيء اكتر من طاقتك. لا خالص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما انت بتعمل عمل وانت في معية الله، تخيل كده حتى يا اخي لو يعني اصبت بهذا المكروب او هذا المرض، مش هيبقى ليك رحمه؟ طبعا. ولا هيبقى ليك ايه؟ لا طبعا. يبقى احنا حلنا رجوعنا الى الله. اه عايزين نفوق بقى. صح. عايزين نصحى من غفلتنا. البنات زي ما اختنا قالت، الشباب انت لسه برضه طول النهار عمال تضيع وقت على الشات والمواقع التواصل في الضحك والهزار. الشباب على القهاوي يا شيخ ايمن. لا خلاص، الشباب على النواصي اتقفل. وده كويس بقى على فكره بقى، ده مين على فكره؟ فيروس كورونا ليه فوائد طبعا. بص بقى طبعا. قفل الخمارات، قفل القهاوي، قفل اللي بيقول عليه سايبر اللي بيجمع الاولاد وبيلعبوا العاب غريبه ما نعرفهاش ومستجده على ومستحدثه على مجتمعنا. هو ليه فوائد، خلي بالك. ومن احسن الفوائد ان الناس انشغلت بالدنيا قوي دلوقتي، بقت قاعد مع اسرتك. ايوه صح. حبوا بعض بقى يا اخي. صح. عوضوا بقى الوقت اللي انتوا كنتوا بعاد عن بعض، اللي كان بيشتغل بالشغلانتين والتلاته وي وي وي، جات الفرصه اللي احنا نلم الشمل. نحب بعضينا يا اخي. لم ولادك كده وهات زوجتك وقعدوا ادعوا، تقربوا لله بالدعاء. صلوا، افتح يا اخي اي كتاب، رياض الصلاه، اي كتاب اقرا وعلم ولادك بقى. الجأوا الى الله بقى، عايزين نلجا الى الله بقى وندعو الله ونتقرب الى الله بالدعاء. عايزين ننشر الحب. ايوه، الجيران هي دي بقى يا شيخ ايمن بجد يعني. انا موجوع، انا موجوع من اللي بنشوفه. يا اخي يا اخي، الله تبارك وتعالى رحيم وكريم، بس مع مين؟ مع اهله. صح. اللي هم اللي بيرحموا الناس. الناس اللي عندهم رحمه، كما اخبرنا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الله يفتح عليك يا شيخ. هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. الله يفتح عليك. اللي هيزيل عنا هذه الغمه ويكشف عنا هذه الكربه هو الله. الله يفتح عليك. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش ابدا علشان يعذبنا. ما خلقناش ابدا عشان يؤلمنا ويخنقنا ويزهقنا ويضيق علينا الارزاق ويكسر في اجسادنا المرض والابتلاءات. ولو اتألمنا لا نزيد في ملك الله شيء، ولو فرحنا وبقينا سعدة واسعد الناس لا ننقص في ملك الله شيء. فاحنا بس نلجأ لربنا، كلنا نقول يا رب عدينا من هذه المحنة ان شاء الله. واكيد رسائل الشيخ ايمن في الحلقة دي قوية جدا. الشيخ ايمن معاه مفاتيح القلوب في هذه الحلقه، والصبر الزبريه يغزو القلوب الشيخ ايمن ولا يغزو العقول. نصبر ونحتسب. انا طبعا الشيخ ايمن لسه مستمر في حمله العلاج من السحر والحسد. اي حد مبتلى بالسحر والمس والحسد، رقم الشيخ ايمن موجود على الشاشه، يتواصل معاه. والراجل طبعا مشكورا الشيخ ايمن، وهب العمل ده مجاني، الكشف على الحالات مجاني بدون اي مصاريف، فده واهب العمل لله. ياسين انديل، رساله للشباب اللي قاعده على القهاوي، ضيعوا بقى عمرهم وحياتهم. تلاقي الشاب عنده 28 سنه 27 سنه، تساله تقول له عملت ايه في حياتك، يقول لك ما عملتش اي حاجه، ويقول لك بقى اصل الشغل ومش الشغل. عايزين رساله بقى للشباب دي يعني. والله يا ريت يعني الشباب دلوقتي في برضك قمه استثار شويه يعني. يا ريت بقى دلوقتي الشباب اللي قاعد على القهاوي دي ومستهتره بالموضوع قوي، يا ريت مثلا دلوقتي توعيه تقعد في البيت، يقعدوا على نفسهم شويه، يقعدوا في البيت يا ريت يعني. طالما احنا في امان وقاعدين في بيوتنا تمام، ما فيش اي قلق ان شاء الله بعد ما تخلص المحنه دي ونعدي منها ان شاء الله باذن الله. ما نتعلمش منها حاجه بقى يا انديل؟ تعلم كفايه بس نقربنا على ربنا، ويا ريت نصلي. الصلاة، بص كل حاجة هتزول بالصلاة إن شاء الله. وممكن ربنا يكون عاملها عشان نقرب من ربنا. في ناس كتير مقصرة في حق ربنا. عايزين نقرب من ربنا، وإن شاء الله بإذن الله بلاؤه هيزول إن شاء الله. إن شاء الله يزول إن شاء الله. شيخ أيمن، عايزين يعني رسائل من عندك ورقائق للقلوب، وعايزين نوجه بقى
للتجار بقى اللي بيستغلوا كل محنة وكل أزمة ويتاجروا في دم المصريين. ويمكن احنا شفنا بعينينا. والله صبر ملاحظك على حاجة. اتفضل. بتوع الدنيا دول الكلمة مش عايزين نبقى مالناش دعوة بيهم. مالناش دعوة. صاحب الدنيا ده هيفضل كده. هو في ناس بتستغل كل حاجة. انت زي ما حضرتك قلت لو عرفوا ان القيامة بعد اسبوع هيغلوا سعر المصاحف. انا قلت كده في عشان الناس تيجي تقرا فيها طبعا. انا قلت كده في بوست فعلا على الفيسبوك. كده مش فارق معاهم الاخره. واحد عمال يتاجر ويغلي ويحتكر السوق ومش في دماغه بقى مرض ولا في دماغه احنا في ابتلاء ولا وباء. يا باشا ده اللي شغله المال ده اسمك منه. خليه على جنب. انا بس اقول للناس اللي بتمر بمحنه وفي ازمه ابشر. الله تبارك وتعالى اخبرنا بهذا في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف. شوف اول حاجه الخوف. الخوف وفي اكتر من احنا فيه دلوقتي. لا طبعا. والخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. والله يا شيخ ايمن كل حرف وكل كلمه في الايه دي بتتحقق دلوقتي. طبعا. نقص في الثمرات بتنزل السوق ما بتلاقيش اي حاجه. عندنا كميه جشع. الناس بتنزل تلم. اللي معاك فلوس بينزل يجيب بالعشرين ازاز الزيت وبالتلاتين كيلو سكر وبالقفص طماطم بص يعني مش عايز اقول لك بيلم قد ايه من السوق. وهو فاهم ان ده هو اللي راح ينجيه من الموت يعني. ان لم يرضى عنا الله. والله كل واحد يقول لنفسه كده ان لم يرضى عنا الله. انا عايز اطمن الناس اصبروا واحتسبوا. واي واحد في ضائقه واي واحد يا اخي ربنا موسع عليه. شوف بقى اخوك المسلم اللي شغال يوم بيوم وده وقاعد يا اخي من الكميه اللي جبتها هدي له اي جزء. نساعد بعضين. الحب اللي بنتكلم عليه بس الحب ده مش كلام بس. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالش تهادوا تحابوا؟ لازما. انا بقى في وقت محنه اشوف جاري لو محتاج واحد شغال افرض مش موظف ما عندوش مرتب شهري شغال يوم بيومه. طب انا اشوفه خد هديه مني ليك. الحب بقى عارف لو اكرمنا بعض والله يكرمنا الكريم. طبعا. عارف لو وقفنا جنب بعض كده وربنا لقانا بنرحم بعض هيرحمنا الرحيم. لان احنا مش اكرم من الملك ولا ارحم من الله. نرحم بعض. مش كل واحد بقى نفسي 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 نفسي. مين يا حبيبي؟ يا حبيبي الدنيا متفات. والله يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. انسيت لقاء الله؟ انسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية اي يوم القيامة ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو ان المرء لم يلبث ثيابا من التقى اي في الدنيا تجرد عريانا ولو كان كاسيا اي يوم القيامة. ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى. الله الله يا شيخ. ويفنى نعيمها ولا يبقى إلا الذنوب والمعاصي كما هي. الله عليك يا شيخ. الكل هيموت. الله عليك. بس اختار لنفسك موتة حلوة. صح. انت عارف المرض ده بيعمل ايه؟ الكورونا هذا أسأل الله أسأل الله أسأل الله أن يعافي جميع المسلمين الموحدين الصادقين. المرض ده ما ينفعش لما الواحد يموت منه أن أنت تغسله وتكفنه. حاجة مؤلمة. لودر بقى ولا أي حاجة تشيله كده من بعيد. بيشيلوه بآلات كده ويحطوه في حفرة. ويحطوه في حفرة في الجبل. دي حقيقة. تخيل أنت يا أخي. أسأل الله أن يجعل هذا الوباء خير لنا لا شرا. اللهم اجعل هذا يا رب خيرا للمسلمين وعافي جميع المسلمين. آمين. واجعله نقمة. آمين. على الكافرين وعلى القتلة الدماء وعلى كل من نشر الفساد بين العباد. يا رب نحب بعض ونتقرب إلى الله. الدعاء طبعا. رسالتي الوقت تقريبا يعني على وشك خالص. رسالتي ثلاث حاجات. استغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم انت من المستغفرين. والله لو نزل اي بلاء او اي شيء
ربنا سبحانه وتعالى ما يصيبك بسوء، مش هتتعذب. دي حقيقة. ده أول حاجة الاستغفار يا جماعة. تاني شيء شربة معلقة عسل كل يوم على الريق. عسل أبيض، العسل فيه شفاء للناس طبعا. حبة البركة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، حبة البركة شفاء من كل داء. ثلاث حاجات دول، أو ممكن تضرب حبة البركة على العسل. احنا لازم ناخد بالأسباب، لازم ناخد بالأسباب العلاجية، وما نتريقش يا جماعة طبعا طبعا، وما نهزرش على الفيس ومواصل لا 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 خالص. اللي عمالين يتريقوا ويهزروا ويضحكوا، اوعى. من عاب على قومي إلا وابتلي بهذا العين. أحسنت يا شيخ أيمن، أحسنت. الله يكرمك. أحسنت. أنديل، أنا عايزك تطلع من الحلقة دي تعمل مبادرة كده زي ما قلت لي بره الحلقة، إن أنت هتجمع الشباب في المنطقة وتشتروا بعض المطهرات وتطهروا البيوت بتاعت الناس اللي هم ما عندهمش القدرة إنهم يشتروا الحاجات دي. إن شاء الله. وأنا هتابعك إن شاء الله بإذن الله، هتواصل معاك. وأنا بنصح بنصح كل شاب عنده المقدره انه يساعد يساعد طبعا ان شاء الله. وكلنا في ذن بعض ان شاء الله ونعدي المرحله دي. دي حرب واحنا لازم نقف قدامها ان شاء الله. لا املك في نهايه حلقتي الا ان اتوجه بالشكر للداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري. كنت معايا شيخ ايمن واحسنت كثيرا، احسنت. اسال الله ان يرزقنا الاخلاص والصواب في القول والعمل، وربنا يبارك فيك ويبارك في كل المسلمين ويبارك في كل الشعب المصري. وابشروا يا جماعه، ابشروا بالخير، بالله عليكم لا تيأسوا، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرين. مش عايزين نيأس إن شاء الله يا شيخ، في رحمة الله في خير قادم إن شاء الله. أحسنت يا شيخ أيمن. أمين. كما توجه بالشكر أيضا للشاب الجميل الشاب المصري الأصيل الأستاذ أنديل خالد. بتوجه لك بالشكر يا أنديل، كنت معايا ومنورك. نورك يا فندم والله. مشاهدينا، رسالة أخيرة لكل رجال الأعمال الموجودين في مصر. البلد بلدنا، ربنا رزقنا منها كتير جدا جدا جدا. حاولوا تتبرعوا بقى لصندوق تحيا مصر، وتتبرعوا للأسر الفقيرة، اللي الناس اللي هتقعد في بيوتها دلوقتي، وانتوا عارفين قد ايه الحياة صعبة على الغني، ما بالكوا الفقير الموجود دلوقتي وعايش. الحياة كلها ألام وصعوبات الآن، لازم بقى نجبر الخواطر دلوقتي. جه وقت جبر الخواطر. أي رجل أعمال عنده زكاة مال قدامه شهر شهرين، أفضل وقت يتبرع بيها ويتصدق بيها ويزكي على ماله في الوقت اللي احنا فيه ده. ما اعتقدش أبدا إن مصر ممكن تحتاجنا تاني غير في الوقت ده. يا إما مصري وطني أصيل محب لدينك، محب لأرضك، محب لوطنك، محب لأهلك، محب لشعبك، يا إما حاجة تانية احنا ما نحبكش تعيش فيها تاني بجد وبأمانة. وإذا كانت لها جيتي قاسية شوية، فده من اللي احنا بنمر بيه. ناس كتير قوي 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 محتاجين العطف، محتاجين الذكاء، محتاجين التكافل الاجتماعي في الوقت اللي احنا فيه. ناس مرضى عايزين علاج مش هيلاقوا علاج ومش هيلاقوا فلوس. هيبقى في ناس قاعده في البيوت مستنيين العطف والصدقه، والقليل اللي حضرتك بتقول عليه قليل فهو حلم لغيرك. فانا بناشد كل رجل اعمال شريف في مصر يتبرع الان ويكفوا الاسره اسرتين 23-50 على قد ما يقدر. عمر الفلوس ما هتنفعه، كلنا هنترمي في قبر متر في متر، محدش هيكون عنده استعداد يقابل ربنا ويقول له انا تخليت عن اهلي، تخليت عن شعبي، تخليت عن جيراني. جبر الخواطر يا جماعه، عايزين جبر الخواطر ان شاء الله باذن الله. من اعظم الصدقات دلوقتي هو جبر الخواطر. في نهايه حلقتي بتوجه للشكر لكل مشاهديني في كل مكان، على امل ان القاكم في يوم الأحد 9 صباحا في برنامج أزمة أخلاق، إن كنا من أهل الدنيا ومن أهل الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.